رقص عليكي. انا بغني. طب انا حتى صوتي وحش. طب انت زعلانه ليه؟ ما انا كلمتك امبارح. والله العظيم شغل. لا يا جميل ازاي؟ لا يا حبيبي لا يا ست، انا هصالحك والله لا صالحك. ايه؟ لا لا ما تقلقيش، هي مش هتبقى سخنة قوي بس احنا هنسخنها. بقول لك ايه، ما تجيبي معاكي البت روان والبت حنين عشان احتمال عمرو بيجي معايا هو وتامر بيه. اه هيبقى يوم جامد قوي. باي باي يا باشا. انت عملت لنفسك كده ليه يا سعيد؟ نصيب نصيب يا باشا. بقالي 30 سنة بجري لحد ما تعبت، نفس اتقطع، أحارب على الفطار، لما يخلص أقوم أجري أحارب على الغدا وبعدين العشاء كل الناس كده، ولا أنت فاكر نفسك نوع لوحده؟ آه بس أنا زهقت. مش بيقولك بينحت بضوافره في الصخر؟ انا بقى قعدت انحت في الصخر لحد ما ضوافري وعظمه اتكسروا، ولسه زي ما انا محلك سر. انت السبب عشان بتفكر غلط. عارف انت لو بتفكر صح كان زمانك حاجه تانية. تعرف يا عزه، زمان لما كانوا بيقولوا على حد انه فاشل كنت بقول يستاهل، ما عندوش شطارتي، ما عندوش مفهوميتي، مش حرج زي. لما خدت اول ضربه قلت معلش أول مرة، بعديها خدت التانية والتالتة وكل خبطة بتوجع قوي لحد ما خلاص جسمي نحس، قلت الدنيا مش هتعرف توجعني تاني، بس بعديها اكتشفت إن أنا لسه متوبة. سعيد أنا مش فاهمة حاجة، بس عارف أنا حاسة بيك. ما يحسش بالنار اللي كابشها يا عزة، تهري جسمه لما يصرخ الناس تقول عليه انه خايب. لا يا سعيد، ممكن اللي يحبك يحس اكتر منك، والنار اللي انت كابشها دي تحرقه في قلبه. مفيش فايده، زيك زي كل الناس، ما بتفكرش غير في مصلحتك. هو انا لما بحبك وعايزك تحبني يبقى ما بفكرش غير في مصلحتي؟ هو انت لما تبقى تهمني في سرقه سلامه وان نصبت عليه في شبكتي وبرضك باجي وراك واقوم لك ام محامي وادفع لك ام عارضه، ابقى برضه ما بفكرش غير في مصلحتي؟ انت دفعت لي الكفاله عشان تكسريني قدامك، واتكسف بقى واختشى على دمي واقول يا واد عيب، دي لسه مخرجاك من الحجز. بس مع اني بقى خارج من الحجز مبري زي ورقه السيجاره برضه ما بحبكيش. بس هما انا طلعت حماره بشكل، كل ما اقرب منك تبعد انت، كل ما اقول لك بحبك تديها في العريض وتعمل الواد التقيل اللي البنات بتجري وراه. ايه القرف ده؟ بقول لك يا بت انت ما تغلطيش، ليك عندي 100 جنيه اديها لك على الجزمه. 100 جنيه يا ابو 100 جنيه؟ 100 جنيه اللي اتخرج من الحبس غير ال 100 جنيه اللي تروح تشتري بيها جزمه وبنطلون؟ تقدر انت تديني 100 جنيه من اللي بتخرج من الحبس؟ 100 جنيه الزنقه ما تقدرش. عارف ليه؟ مش عشان انت معاكش فلوس، لا، انا عارفه ان كلها يوم ولا اتنين وهتنصب على حد تاني ويكون معاك فلوس، بس ما عندكش قلب يحس بزنقه غيرك. انا بتفع على نفسي اني فكرت فيك. اللي ما عدا كده يا سعيد؟ مش لاقي حته اروح. طب قوم خش يلا على مسخن لك شويه ميه، استحمى ونام. انا هدومي كلها عند الواد عماد. طب روح هاتهم انا مسخن لك الميه. ايه؟ يلا. يا برنس
كفارة يا برنس. خرجت يعني. شفتها كده يا عم؟ لا مش كده. لسه فاضل 80,000 جنيه. هبهدلك واحبسك بيهم. ونهايته عايز ايه؟ عايزك تستلف من اي حد تقدر تستلف منه. وتنصب على اي حد تعرف تنصب عليه. لحد ما تقف لوحدك كده زي الجربان. عايز اعملك عبرة. لاي حد يفكر انه يسرقني. اسمع بقى يا راجل. انا ما عنديش حاجة اخسرها. ولا عندي حاجة ابكي عليها، فاهم؟ ابعد عني. ابعد عني. سعيد! انا عايز فلوس يا سعيد. بقول لك عايز فلوس يا نصاب يا حرامي. يا سلامة. ابعد عني حصانك يا سلامة. مش هسيبك. عايز فلوس يا حرامي. ابعد عني يا سلامة. تنصب عليا يا سعيد. ابعد عني حصانك يا عورك. بتنصب عليا. وانت مال اهلك كمان. انت مال اهلك وانت نصاب وعايز تضربك وهربيه. كل منابك يا اسماعيل. انا شايله له منابه. شلتيه ازاي يعني؟ اذا كان الفرخه كلها كانت قدامنا. ما انا بقالي 3 ايام بشيله وهو ما باكلوش. سعيد مش جاي خلاص. يمكن يجي ولو ما جاش هبقى كلها اما ارجع. ما هي هتفضل عامله مشكله، العيال هيفضلوا محلقين فيها. خلاص لو ما جاش بيوزعيها عليهم. مين ابو جد تقيله ده؟ شكلها خبطه ميري. بشاير سعيد هل هلك سعيد فين يا هلك؟ خير يا حصول؟ معرفش، عايزينه في الاسم. انت ما تعرفش برضه؟ ده انت ما فيش خافيه هتخفى عليك في الاسم. ما قلنا لك ما نعرفش. بص يا حضرة الصول، هو قاعد عند صاحبه عماد، ما بيجيش عندنا هنا خالص، روح له هناك هتلاقيه، احنا متخانقين معاه. ايه ده؟ كف مريم، خمساية. يا عم خمساية ايه؟ هي بقى تيجي بحاجة؟ بقول لك يا حضرة الصول، خش دور عليه، يعني أنا مخبيه، دي تحية مني بس. طب هات خمسة كمان. هم دول اللي في جيبي. طب قول البرنس يجي لوحده علشان لو نزلت حملة هيتبهدل. سلام. طبعا الفل يا ريس.
يور براذر سعيد البرنس يعني من ايجيبت. انا كنت عايز اسال على موضوع كده، انا بس كان عندي مشاكل هنا بس قضينا سطر يعني الحمد لله. بسال على مكنه كده انام فيها. جود مورنينج. معلش من اولها كده انا مش جاي عاكس يعني عشان ما تفهمنيش غلط. مش جاي. لا انا بصي كنت عايز اسال على بسال على حاجه بس على زي اللهم صل على النبي فندق بنسيون اوتيل اوتيل هوتيل ايه ده طمطم دي يعني كده على طول؟ اه ربنا يخليكي والله انت جدعه جدا ربنا يخليكي. هي بتشبه اثار الحكيم ولا انا بتهيألي؟ يا بنت الجزمة شكل خداعها برضو الله ينعلمه المظاهر. كابتن مفيش دورة مية هنا؟ ايه اللي في الزوق دي؟ ايه مستر انا عايز اروح دورة المية. ياباني مايو حمام. ياباني مايو حمام. يا نهار اسود بعدين في البلد اللي محدش فاهم فيها حاجة دي. Speak English. Speak English. English. دورة المية. دورة الووتر. مزنوق. دورة المية. يا عم انت زعلان ليه؟ بقولك دورة المية. هو يوم اسود من اوله باين. يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر ما شافش الولاد السمر الشداد وتحدي المحن. ايه شو تقدم ديليش انا طيب